السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. مقطع اليوم حسويه بسبب شيء واحد. حاليا في تغريدة شبه ترند في تويتر ورفع الضغط بخصوص تقييم جوجل. المقطع باختصار حنشوف كده تقييم تضحك وأنا شضحك، بعدين في تزبيد في النهاية، لأنه في ناس صراحة من ناحية التقييم ترفع الضغط. أغرب الكائنات حتلاقيها في تقييم جوجل. وابدأ المقطع يا ريس. حبدأ كذا، حخش من مطعم لمطعم وحخش أشياء غريبة وأشوف التقييم. بدأنا بمطعم مشهور البيك، لا إله إلا الله، وتلاقي في واحد معطي نجمة واحدة. وليش نجمة واحدة؟ باد أنهيلثي، غير صحي. بس يا هو رايح مطعم حق دجاج مقلي، مو دجاج، كل شيء مقلي. طبعا لما يجيك مطعم زي البيك ما حيتأثر، يعني سمعته معروف وزي كذا وله زباينه 8000 ريفيو، ما هو متأثر. يعني اللي يقبل لما تروح مطاعم صغيرة لسه توها بادئة وتلاقي الأشكال هذه. هذا اللي أنا شايفه صح؟ بالله هذا اللي أنا شايفه صح؟ مطعم رائع، أكله لذيذ، ديكوراته حلوة، والنظافة ممتازة، خدمتهم ممتازة. عيبه الوحيد الزحمة، وإن يدل هذا يدل على النجاح. طبعا مطعم الزحمة يدل على النجاح. من المطاعم المفضلة لدي نجمة واحدة. إيش فيه؟ إيش كلام مدير؟ طيب هذا التعليق يقول لك باختصار إنه كل شيء جربته عندهم، كل شيء عندهم عادي، ممكن الحلو قطع تشيكن، وأسعارهم غالية. يعني المكان ممكن كان كويس والخدمة كويسة والأكل عادي وفي طبق كان حلو، ليه نجمة واحدة؟ خليها ثلاثة مثلا، نقصت عشان السعر غالي نجمة، ونقصت واحدة عشان الأكل مو مرة واو. واحد والله ترى تأثر النجمة هذه، يعني قسمهم، مو شيء ما عجبك أخسف وأعطي نجمة واحدة. يا راسي إيش هذا؟ إيش هذا يا طلال؟ مقيم نجمة واحدة وكاتب لا أعرفه، عنده 44 ريفيو، سيء جدا في كل شيء، نجمة واحدة لا أعرفه، نجمة واحدة لا أعرفه، نجمة واحدة آسف لم أجربه، كنت مر من جنبه، 5 نجوم، شكله عجب وهو بعيد. راسي رائع جدا وخدمة ممتازة، نجمة واحدة. والله حرام اللي قاعدين تسووه يا اخوي، بدل ما تحط النجمه الواحده حط 5، ما دام انك ما تعرفه اصلا. يا جماعه انا مستغرب، اغلب النجمه الواحده لهذا المطعم اللي هو سكشن بي، انه ليش مطعم برجر حجز مسبق؟ طب المطعم زحمه، ايش تبغى يسوي؟ اكثر شيء ممكن يخلي مخي يهنق ويعلق اذا واحد اعطى نجمه واحده بسبب انه زحمه، تبغى يفضي لك؟ يخرب بيت النرجسيه يا ولد، المطعم لازم يكون فاضي، وإذا فاضي ما راحوا أصلاً عشانه فاضي. أي ألو يا ناس، والله غلط يا ناس. عندي نية أجربه بإذن الله وأعطيكم التقييم، انتظروني. أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم مين ينتظرك؟ أنت هو في منصة هنا ما نعرفها بيكلم، انتظر مين يعني؟ بعطيهم نجمة واحدة وأنت لسه هتجربهم؟ Wait for me. لا إله إلا الله. مطعم قالي على الفاضي، روح ماك اصرف، والباب قاعد يتحرك لوحده. قام يتخيل الجن. ايه ثاني مره مكتوب بابهم يتحرك لحاله. ايش هذا يا عيال؟ ابغى اشغل بس كونان شويه. عندي التقييم هذا كان لبوفيه الامانه، مكتوب اكتب لو في اقل من نجمه اعطيناكم الشكشوكه، ما هي شكشوكه بس بالاسم. بعدين مكتوب اكتب بالغلط، جيتكم بالغلط، ما راح أجي مرة أخرى. لا 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 دقيقة، هذا ما راح أصلا تلاقيه، هذا يبي يخرب على البوفية، لأنه هذا واضح ناس اللي أبو بكر. في واحد قال له اكتب زي كذا، أرسل له إياها. أبو بكر طبعا ما تعب نفسه، نسخ ولسق الجملة اللي جته، مكتوب اكتب، يعني بيقول له واحد يقول له اكتب لو في أقل من نجمة أعطيناكم. بعدين اكتب جيتكم بالغلط، أي وحطها. ألو والله حرام، كاتب زحمة ما معطيها تقييم واحد، محطة يا ناس ترى محطة بنزين. هذا اللي النرجسية عنده ليفل مليون، يبغى كل شيء كذا قدامه فاضي، هو اللي يعبي أول واحد، هو اللي يطلب، هو اللي يأكل أول واحد. زحمة نجمة واحدة، زحمة يعني رزق، جاله رزق.
اعطاها منيو واحدة عشان اخذ مخالفة. طيب ايش دخل المحل؟ مو هو اللي اعطاك المخالفة. يا الله. هذا ضحكني صراحة يعني. ما عندي شيء ولا عندي تعليق، خليني ضحكني. كان زمان يا بلاش. اخر شيء كتب: اقترح تغيير الاسم من يا بلاش ليا ساتر. رد عليه صاحب المطعم. طبعا هذا المطعم اللي هو مطعم انكل خليل هو اللي انتشرت فيه التغريدة. اول مرة اجرب اللحم المدخن، ما شاء الله الاكل لذيذ والمكان نظيف والتعامل ولا احلى، انصحكم فيه بقوة. نجمة واحدة. رد عليه: كل الكلام الحلو بس التقييم نجمة فقط، زعلناك في شيء. والله مصيبة هذه. عبد الله كاتب: على حسب ما وصلني ان اللحم يابس ويوجد الافضل، لنا تجربه بعدين. لنا تجربه بعدين وانت مقيم الحين؟ عبد الله لا تجنني. طب روح بعدين. ايش يا يال، ايش دوده التقييم ذي؟ ما شاء الله مكان تحفه وبيتزا ممتازه. اشكر شيف مصطفى، ابلع نجمه واحده يا شيف مصطفى. اقفط 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 يا اخوان. هذا اللي اسمه سبحان الله، مسمي نفسه سبحان الله، ترى يقيم هو مغمض. مقارنة بالسعر جيد لكن كجودة الله أعلم. مسجد يا أخويا، مسجد يا طيب، مسجد يا الغالي. سعر إيش وجيد إيش وجودة إيش؟ عنده أصلا 58 تقييما، عارف لو خشيتها حنفجع. ما بخشها أخي، دائما ذول والله يقهروني أكثر شيء. عنده 72 تقييم، لا أعرف هذا النادي. الدودة طيب، والدودة تعرف الدودة، دودة التقييم تعرفها. شوفوا التقييم وتوقعوا التقييم هذه الايش. واحد كتب ما فيها اي شيء جميل، ثاني كتب غالي جدا يعني تشيز برجر عادي ب 45 ريال، طبعا ما اشتريت. هذا دوار، هذا دوار في جدة. هيا خذ لك هذه من التغريدة. طبعا هجيب تقييمات شوية من التغريدة اللي غبنتني شوية. شارع مظلم وطريق ضيق، ايش ذنب البقالة؟ ايش ذنب البقالة؟ تفتح لك اللمبات يعني حقت الشارع، ولا توسع الشارع، ولا ايش فيه؟ من افضل السجون اللي انسجنت فيها خدمة ممتازة واكل متنوع، انصح بزيارتهم بقضية بسيطة. استغفر الله، هذا مقيم سجن الملز. يا راسي، يا راسي، لا دقيقة، هذا مرسول. طبعا مرسول واوبر وكريم دي كلها تخش في السالفة. يقول لك في تطبيق مرسول قيمني هذا الآدمي نجمة واحدة، وحسن الحظ كان عندي رقم الرجال واستفسرته بكل أدب عن سبب تقييم. شوف سبحان الله قديش مؤدب يا أخي يا خالد أنت. سبب التقييم، قال لي بكل برود إن الرز قليل. الرز من المطعم يا سيد، مو هو المرسول ترى يحسبوه يخش المطعم، لا يحسبوه هو راعي المطعم أصلا، يغرف لهم هو ويوصل لهم هو، لا ويطبق يا شيخ، يحسبوه المزارع اللي زرع الرز، مستحيل. الله يا خالد الله يعينكم بحقين مرسول واوبر وزي كذا. يا اخوان بالله شوفوا هذه شهادة زور على طول، ما فيها 1 2 3. طلبنا اليوم شكشوكة فيها شعر. طيب قيم ثاني: الدجاج فيه شعر، العامل بطاطس نصفه يابس، الرز سامج، البروست نصفه زيت، لحم التيس اكلت شعر العامل، بيتزا خضار طعم عادي، باستا دجاج فيها شعر. يا ابني انت كذاب والله، لو انك ايش كل مطعم تروحه فيه شعر، يعني انه شعرك انك تستهبل. البزر اللي يمسك المحاسبة هي تحتاج تطعيمات، مو لا اسلوب ولا احترام التربية تشارك كذا موقف. انا اكره المطعم، مرة يكلمني وياكل، مرة سوفيات مالك ايش ايش. اتمنى رد عليه، اتمنى نقولها بوجهي المرة الجاية. مطعم سيريه زبدنا. يا ساتر والله في اشياء غريبة عجيبة في التقييمات. وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى اني اوصل بس رسالة بسيطة للي حيقيم من هنا ورايح، انه يقسم النجوم، مو اذا ما عجبك شيء تعطي نجمة واحدة على طول. وفي اشياء اصلا المفروض انه ما ينقص عليها نجمة، الزحمة ما تنقص عليها، هذا رزقه. انت تبغى فاضي عشان سواد عيونك مثلا، بالعكس اذا انت فاضي ما حتروح له. وفي اشياء ثانيه مثلا اذا خلص
شيء خلص، هذا رزقه، خلص المنتج ونباع كله، ما تنقص نجمة. طيب في أشياء تنقص عليها، الخدمة ما كانت كويس، نقص نجمة. الأكل كان مالح، نقص نجمة. حجزت أنت ورحت وما لقيت حجزك، نقص 3 نجوم. الأكل ني، أعطي نجمة واحدة بس، يعني مو زحمة، أعطي نجمة واحدة. والله هي زحمة، ما كان فاضي لعيوني. الأكل عادي، أعطي نجمة. والله الأكل ما كان واو، والخدمة كانت ممتازة، والسيرفس ممتاز، وبشوشين وكل شيء، وجلسنا والمكان حلو والديكور حلو، بس الأكل عادي، أعطي نجمة واحدة. تخيل إنك أنت ممكن تفك حاجة مستقبلا، والناس حتقيمك مستقبلا عشان كذا، يعني بالذات. لا 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 دقيقة، في حاجة إضافية، اللي يقيم قبل اللي يروح. أي أي صح صح شوية، إيش في؟ طبعا أنا أخص هذا الكلام يعني خاصة المشاريع الجديدة اللوكل، يعني اللي تكون قائمة على فجأة بزنس عائلي، هذه بالذات اللي شوية شوية عليهم في التقييم. لا تجامل، لكن شوية شوية، نجمة واحدة على كذا ترى تضر، لا تحسب انها ما تضر. وبس حبينا نشوف نضحك كذا على تقييم موجودة ونفرفش، وفي نفس الوقت نعطي رسالة، واللي يبغى يفك مشروع بالتوفيق، نشوفكم قاطع الجاية. Top down, throw